أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله أمته بأخبار قد وقعت عن أمم ماضية، كما أخبر عن أمور مستقبلية تجري في آخر الزمان، من بينها خروج رجل من أهل بيت النبوة يقال له المهدي، تجتمع حوله جميع الأمم وينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. لذلك تعتبر العقيدة المهدوية من العقائد الأساسية في التراث الإسلامي. الأحاديث العامة في الإمام المهدي: اعتنى أصحاب الصحاح الست إضافة إلى جمع كبير من علماء أهل العامة وكبار أئمة الحديث بجمع الأحاديث والآثار الواردة في الإمام المهدي عليه السلام، حيث أدرجوها في صحاحهم وسننهم ومعاجمهم ومسانيدهم وغيرها، كأبي داود وابن ماجه في سننهم، والترمذي في جامعه، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، ومنهم من ألف فيها مؤلفا خاصا كالسيوطي، حيث ألف كتابا أسماه العرف الوردي في أخبار المهدي. ولعل أقدم مؤلف وصل إلينا في عقيدة الإمام المهدي كتاب الفتن والملاحم لنعيم بن حماد المروزي، وهو من شيوخ البخاري. أما فيما يخص صحيحي مسلم والبخاري فلقد ورد فيهما عشرات الأحاديث المجملة في الإمام المهدي عليه السلام، ولكن ليس على وجه التفصيل، كحديث كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وقد أرجع علماء أهل العامة تلك الأحاديث إلى الإمام المهدي لوجود ما يرفع ذلك الإجمال في الأحاديث الصحيحة المخرجة في بقية كتب الصحاح أو المسانيد أو المستدركات. ولقد جمع الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين الأحاديث التي لم يذكرها مسلم والبخاري، وذكر في ختام كل حديث نقله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومن جملة الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجاه أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، ومنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المهدي منا رجل من أهل البيت، وقال صلى الله عليه وآله المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، وقال صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الرايات السود فإن فيها خليفة الله المهدي. فيتضح من جميع ما تقدم أن أحاديث الإمام المهدي موجودة في الكتب الروائية المعتبرة عند المسلمين. كلمة المهدي: وردت كلمة المهدي في جميع الصحاح ما عدا صحيح البخاري، فقد وردت في صحيح الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود، وفي صحيح مسلم وسنن النسائي سابقا، حيث حذف ما فيهما من اسم المهدي عليه السلام في النسخات الحديثة، والشاهد على ذلك حديث المهدي حق وهو من ولد فاطمة عليها السلام الذي كان موجودا في صحيح مسلم سابقا، ولقد أخرجه أربعة من علماء أهل العامة الموثوق بنقلهم عن صحيح مسلم صراحة، كابن حجر العسقلاني في الصواعق المحرقة، وابن الصبان في إسعاف الراغبين، والمتقي الهندي في كنز العمال، والحمزوي في مشارق الأنوار. ورغم أن البخاري لم يذكر اسم المهدي في صحيحه، لكنه ذكره في تأريخه التاريخ الكبير في عدة أماكن، فقد نقل حديث المهدي من أهل البيت وحديث المهدي حق من ولد فاطمة. يتضح من جميع ما تقدم أصالة عقيدة الإمام المهدي عليه السلام عند أهل العامة، وإن حصل بعض الاختلاف في تفاصيلها
الفرعية والجزئية بينها وبين الشيعة الذين يعتقدون أن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عليه السلام المولود سنة 255 للهجرة، وأن الله تعالى مد في عمره كما مد في عمر الخضر عليه السلام، فهو حي غائب حتى يأذن الله له بالظهور.